يا هلا ومرحبا فيكم متابعين برنامج خطوة أولى. حلقاتنا خصصناها لتكون عن موضوع أنتم من ألهمني إياه لكثرة طلباتكم والتردد عليه، اللي هو استرجاع الكرامة. عزت علي نفسي ونفسي عزيزة، ما هي بترضى موقف الذل والهون. الله جعل فيها الكرامة غريزة، ياكون في راس الهرم ولا ما كون، والعمر ما يسوى بلا عز بيزة، وحتى لو في البنك مليون ومليون. عزة النفس أو الكرامة يحتاجه كل فرد، سواء طفل أو شاب أو امرأة أو كبار السن، للحفاظ على أنفسهم ونفسياتهم. ومثل ما نحتاج للأكل والماء أيضا عشان نعيش، نحتاج إلى نسبة كبيرة من عزة النفس تكون في داخلنا لتحقيق الاستقرار الذاتي. الكرامة ألا نتعلق بمن لا يحبنا، ولا نسمح لهم باستغلالنا رغم حاجتنا لهم. واللي يحبك ويقدرك ما بيرضى يشوفك ذليل. الكثير منا يتعلق بأشخاص وما يقدر يتخلى عنهم، والسبب إنهم ملوا فراغ كان موجود فيهم. سؤالي، لمتى بنسمح لأنفسنا البقاء مع أشخاص دورهم في الحياة تهشيمنا والتنقيص من قدرنا؟ هل أنت بالفعل محتاج لهم؟ وشو الحاجة اللي مخلتنك تكون وياهم؟ حد من الناس من تجلس وياه في مكان ويا مجموعة من الأشخاص، شغلته يظهر عيوبك ويستهزئ فيك، لأن غايته يبين للناس أنه ما عندك شخصية أو دور في الحياة، أو حتى يمكن ما تفهم شيء. وكل ما تجلس ويا نفس الأشخاص والشخص هذا اللي ينتقدك لو كان مو موجود، بتلقاهم يسوون فيك نفس الشيء، لأن خليت عمرك سبيل وبينت لهم أن مالك أي كرامة أو عزة نفس. حد فيكم مر بهالموقف ولو مرة واحدة؟ وشو كان إحساسكم؟ غضب، قهر، أو حسيت بالضعف، أو يمكن حتى بديت تعامل الناس مثل ما يعاملونك. الكرامة أن لا نقارن أنفسنا بالآخرين من حيث الملبس والرفاهية والمنصب وغيرها من الأمور. من تبدأ تقارن، اعرف انك بديت تنقص من قدرك وتزعزع عزة النفس اللي فيك. تقبل نفسك بكل جوانبها، السيئة والجيدة، الكاملة والناقصة، وبخيبات الأمل والانتصارات. الكرامة ان تعامل نفسك بكل حب ولطف وقبول، وتفهم لتوصل لتقبل ذاتك انت اولا. حافظ على كرامة المرأة ولا تنقص من قدرها وتشوفها ضعيفة وما لها رأي في العلاقة الزوجية أو الأسرية، سواء كانت أختك أو أمك أو زوجتك أو زميلتك في العمل. هل تشوف من صفات الرجل الحقيقي أن يستحقر المرأة أو يسيء لها بالضرب أو السب أو الشتم؟ هل تعتقد عند حفاظك عليها ومعاملتها بالطيب والود بنقص شيء؟ وصانا رسولنا صلى الله عليه وسلم بالنساء حيث قال: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان. جعل الله تعالى المرأة أمانة عند الرجل، فهل باستطاعتك أن تحافظ على الأمانة من خلال حفظ كرامتها وعزة نفسها، أم أنت مو بقد الأمانة؟ لكل إنسان الحق في الحفاظ على كرامته. الكرامة أن تعامل الأطفال والمراهقين باحترام وتقدير، وتشوف أن لهم قيمة شخصية. وإذا كل واحد عند العزيمة والنية بالفعل أنه يسترجع كرامته، لازم يبدأ من اليوم. وإذا تكاسلتوا وقلتوا لا مو باليوم بنبدأ، اليوم الثاني، وأجلتوا، بتلاحظون أنكم تصابون بالحزن والاكتئاب. وأنا ما أبغاكم تلجؤون لطبيب نفسي أو مستشار نفسي، لأن هذه الأمور بتتعبكم أكثر، وبتلاحظون أن سلوكياتكم وتصرفاتكم تغيرت للأسوأ. أتمنى أن كل واحد فيكم يتخذ القرار أنه يتغير لمصلحته قبل لا يشوف مصلحة الأشخاص الآخرين. حفظكم الله من كل مكروه، ودمتم في حفظ الرحمن. Thank you.